صباح الخير عليكم أه حاليا متواجده بقلب أه بالنسبه لي انا كنظن بانها ادكى مدينه مغربيه علاش نقدر نختزل السبب في جمله واحده وانه رغم تواجدي بوسط المدينه كننسى انني بالمدينه وهذا راجع لجوج ديال تقدروا نقولوا شروط الشرط الاول هو ان المخططين نهار الاول المهندسين المخططين عرفوا يخلقوا واحد الزواج سعيد كيف كنقولوا مغياج أغو ما بين الطبيعة والمدينة كل واحد لقي بلاستو وكل واحد كيحترم الآخر خلاو يكون واحد التواصل ما بين الطبيعة والمدينة تواصل في تناغم وتناسق هذه الأولى الثانية هو أن الناس اللي جوا من بعد لانه في الاول كيكون التخطيط ولكن من بعد كاين الصيانه وكاين تتمين حتى في الصيانه ديالها المسيرين اللي جاوا من بعد احترموا هذه القواعد ديال التواصل ما بين الطبيعه والمدينه يعني ان الانسان كيحس برأسه انسان بغى يخرج للطبيعه كيلقاها حداه كيمشي يتلاقى بالاشجار كيلقى الاشجار بالهندسه الطبيعية الأشكال الهندسية الطبيعية ديالها تحد ما قطع عليها الرأس أو قزمها أو بدل البلاصة أو دخل عليها أنواع نباتية برانية بحال النخل مثلا سورتو النخل الرومي لا كنلقاو بانه كاين انواع ديال الاشجار محليه وهذا الشيء هو اللي كيعطي هاد او السكر لهذه المدينه وكيخلي عندها واحد الهويه هويه اللي ثابته واللي وجذابه اللي كتخلينا ما كنشبعوش منها وكل عام كنجيو ليها ونقدروا نجيو ليها في كل موسم كل موسم الربيع صيف شتاء وخصوصا هذا الموسم ديال الثلوج زيد على ذلك تقدر تخرج بالليل آه كنتي راجل او امراه صغير او كبير كتحس بالامان كتوفر لك الامن والامان كتوفر لك النظافه هذه هي المدينة الذكية اللي كتخليك تحس أنك إنسان فعلا وقريب من الطبيعة يعني الأصل ديالك ما بعيد الحلول بسيطة جدا خصنا فقط نبغيو كمسيرين كسياسيين كمجتمع مدني كمواطنين هذه هي سياسة المدن أو التنمية المستدامة اللي خصها تبدا من دابا لأننا رحنا في 2021 و73% ديال المغاربه في افق 2050 غادي يسكنوا بالمدينه يعني جوج ديال المغاربه على ثلاثه غادي يكون مديني هنا كيخلينا كنتسائلوا بزاف الخطرات وكيخلي ان المدينه الذكيه فعلا ماشي هي الرقميه الرقمنه هي فقط اداه اما الذكاء راجع العلاقه اللي نربط بها الانسان مع الطبيعه